أين ذهبت قرية بأكملها في غمضة عين؟ وهل أطبق عليهم الزمن فمه بعد أن دخلوه؟ ولماذا وصلت عمليات البحث إلى النتيجة صفر؟ لم تحل ألغازها حتى اليوم، ابتلعتها الثلوج فجأة واختفى سكانها كما لو أنهم تبخروا في الهواء. كيف يمكن لقرية بأكملها أن تختفي دون أن تترك خلفها أي دليل؟ هل هي قوى خارقة أم أن الطبيعة نفسها انقلبت على أهلها؟ هذه الحكاية المظلمة هي واحدة من أكثر الألغاز التي تثير الرعب. إنها قرية أنجيكوني، تفاصيل قاسية وأحداث غامضة خاضها أحد الصيادين يدعى جو لابيل، الذي كان يعرف طريق قرية أنجيكوني التي تقع شمال كندا، يمر عليها كل حين فيرى أهلها وسكانها الذين كانوا ملجأ لكل مسافر، يزودونه بالأطعمة والمشروبات ويقضي الليالي ليرتاح من عناء السفر. في يوم من الأيام مر الصياد جو لابيل الذي كان خبيرا بالمنطقة. لم يكن من المعتاد أن يترك السكان ديارهم فجأة، خصوصا في فصل الشتاء القارس، حيث تكون معدلات البرودة قاسية للغاية. عند وصول لابيل لاحظ أن الثلج المحيط بالقرية كان خاليا تماما من آثار أقدام، مما يزيد من الغموض. كيف يمكن لحوالي 30 شخصا أن يختفوا دون ترك أي أثر؟ من المعروف أن الثلوج تحتفظ بأي علامات أو آثار لفترة طويلة. المفاجأة قد حدثت، القرية خالية، لا يوجد شيء. تساؤلات كثيرة دارت في ذهن ذلك الصياد. هل يمكن أن يختفي أشخاص وقرى في يوم وليلة دون أثر؟ من المستحيل أن يختفي الناس تاركين خلفهم متعلقاتهم الضرورية للنجاة. ما الذي قد حدث؟ مشاهد مخيفة رآها الصياد. فهذا تجهيز الطعام الذي لم يكتمل طهيه، ومنازل قرية أنجيكوني خالية من سكانها. ليس هذا فقط، بل وجبات الطعام لم تؤكل، وقطع من ملابس الثياب التي كانت النسوة تخيطها من الجلود لم تنتهي، وإبر الخياطة ما زالت معلقة بها. السلطات الملكية الكندية لم تجد أي أدلة توضح مصير السكان. رغم محاولات البحث التي استمرت لفترة طويلة، لم يتم العثور على أي أثر للأشخاص المفقودين. التقارير الرسمية غامضة، وبعضها اعتبر الحادثة نتيجة لخيالات الصياد أو هواسيه بسبب العزلة والبرد. روايات أخرى تقول إن هناك أمورا خارقة تتجاوز التفسير البشري كانت في خلفية هذا الاختفاء. فبعض السكان المحليين اعتقدوا أن الأرواح الشريرة أو الكيانات الأسطورية قد تكون وراء الحادث. هناك من يرى أن الاختفاء كان نتيجة لعوامل غير طبيعية، ربما حتى تدخلات مخلوقات فضائية هاجمت المنطقة وقضت على كل من فيها. رغم مرور الزمن، لا تزال قصة قرية أنجيكوني تثير الفضول والرعب في نفوس الكثيرين، وتبقى أحد أكثر الألغاز غموضا في التاريخ. فهل سيظهر هؤلاء الأشخاص يوما ليروا ما حدث ويحلوا اللغز الذي حير العلماء والناس على مدار العقود والسنوات الكثيرة؟